مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. أربعة مكونات طبيعية تجعل أسنانك بيضاء كالحليب وتخلصك من جميع مشاكل اللثة. تتعرض الأسنان عادة إلى مشكلات كثيرة تغير في لونها الأبيض الأصلي، مما يجعلها تتصبغ باللون الأصفر أو البني أحيانا، وذلك يعود لعدد من السلوكيات الخاطئة مثل الإكثار من العصائر الحامضية الصناعية ذات الصبغات الكيماوية أو أكل الشيتس، وكذلك تناول بعض الأدوية كالمضادات الحيوية وبعض مطهرات الفم التي تترك بقعا داكنة على معظم الأسنان متسببة بتشوه كبير في مظهرها. كما لا يمكن تجاهل السبب الرئيسي لصفرع وتصدغ الأسنان عند الكثيرين الناتج عن عادة التدخين التي تلون الأسنان وتعطي لونا مقززا قد لا يزول إلا باستخدام أجهزة التمييض الطبية السواك، وهي من أقدم الطرق للحفاظ على سلامة الأسنان واللثة، حيث أن فرك الأسنان بالسواك يمنع تصبغها ويزيد من بياضها، كما يمنع تراكم الرواسب الجيرية على الأسنان ويقي من الميكروبات والالتهابات وتسوس الأسنان، مع ضرورة المداومة اليومية على استخدامه للحصول على نتائج ممتازة. الملح الخشن، وذلك بخلط كميات متساوية من الملح الخشن مع صودا الخبز، ثم فرك الأسنان بلطف بواسطة فرشاة الأسنان يوما بعد يوم، حيث تعمل صودا الخبز على تمييض الأسنان بينما يقوم الملح بمهمة كشف البقع والجير عن الأسنان. عصير الليمون الطازج، ويمكن تحضير هذه الوصفة بخلط ملعقة من عصير الليمون مع رشة من صودا الخبز وفرك الأسنان بها لدقائق معدودة دون زيادة حتى لا تتسبب بحساسية الحموضة بحساسية الأسنان. زيت الزيتون، وذلك بفرك الأسنان واللثة ببضع نقاط من زيت الزيتون بواسطة فرشاة الأسنان أو قطنة طبية نظيفة، إذ إن الزيت يمنع التهابات اللثة ويوقف نزيفها، إضافة إلى كونه مبيض فعال للأسنان. العسل الطبيعي، وذلك بخلط كمية من معجون الأسنان المعتاد مع كمية أقل من عسل النحل ووضعها على فرشاة الأسنان، ثم فرك الأسنان بها جيدا بشكل منتظم لمدة 3 أيام متواصلة، فهذه الخلطة تقوي الأسنان واللثة وتزيد من بياضها وتزيل أي بقع أو تصدغات صفراء عليها. جديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.